احنا جينا من المملكه العربيه السعوديه الى الاردن الشقيق لزراعه مفصلي لزوجتي وزرعها الدكتور اسعد احمد، والحمد لله زراعه ناجحه جدا، نحمد الله ونشكره. والدكتور اسعد احمد من الدكاتره المتميزين، اخذنا عنه معلومات ووصلنا اليه للاردن، والحمد لله رب العالمين قام باحسن واجب الرجل، ورجل دكتور متميز جزاه الله خير، والاردنيين اشقانا واحبانا وقامون بجميع العمل الطيب في المستشفى، والكادر المستشفى كله بجميعه ممتازين جدا جدا، والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره.